وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا منى عشان نعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل. صباح الخير يا منى مره تانية. اهلا بيكي يا بسنت من جديد. هنطمنكم النهارده عن احوال الجو. النهارده الجو لطيف، هنعرف تفاصيل اكتر. الرطوبه برده عامله ايه؟ موجوده. احنا في الصيف يا مصطفى، ما حرانين يا منى. معلش بقى، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اتفضلي يا منى. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الجو يكون حار ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. دكتورة منار، إحنا أخبار الطقس سعيدة جدا بقالها كذا يوم، ونتمنى أنها تفضل برضو يعني لطيفة كده الأيام الجاية، وتفضل درجات الحرارة تحت المعدلات الطبيعية في الوقت ده. بالفعل، يمكن إحنا على مدار هذا الأسبوع كنا بنشهد درجات الحرارة حول المعدلات، يمكن كمان أقل من المعدلات بحوالي من درجة لدرجتين، وده المتوقع يستمر معانا إلى السبت القادم بإذن الله. أغلب الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، بالإضافة كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده بيعمل على تكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، فده بدوره بيحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم. الأجواء طبعا فيها ارتفاع في نسب الرطوبة، لأن زي ما بيقول الكتل أغلبها قادمة من على البحر المتوسط، لكن طبعا انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدلات مع نسب الرطوبة مش هنحس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، يعني حوالي من درجتين لثلاث درجات بيفرق عن درجة الحرارة المقاسة. الأجواء خلال فترات النهار هي أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. شديدة الحرارة خلال فترة النهار على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. خلال فترات الليل الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط لرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية. نشاط الرياح ده تحديدا بعد فترة الظهيرة ومع فترات المساء بيساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، فبالتالي بنحس بتلطيف الأجواء والأجواء المعتدلة خلال فترات المساء وخلال فترات الليل. بالإضافة كمان متوقع استمرار تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية، لكن نطمن كل السادة المشاهدين إن هي شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش الحمد لله على حركة المرور. بالضبط. بالاضافه كمان احنا متوقعين طبعا في ارتفاع امواج على البحر المتوسط والبحر الاحمر. انتم كنتوا اطلقتم تحذيرات دكتوره منار في الايام اللي فاتت بالنسبه للمصطفين في سواحل البحر المتوسط، ان في تقلبات جويه وان ممكن ده ياثر على ارتفاع الامواج في المدن الساحليه، وده بالفعل كان موجود يمكن امبارح واول امبارح. هل الموضوع ده لسه مستمر معانا؟ بالفعل لسه مكمل معانا كمان لحد يوم الجمعه، يعني غدا باذن الله مستمر معانا ارتفاع الامواج تحديدا كمان على البحر المتوسط بسبب وجود نشاط لرياح. سرعات الرياح على البحر بتتجاوز ال 50 كيلومتر على الساعه، فبالتالي ارتفاع الامواج بيوصل ل 2.5 متر، وده مهم جدا ناخد بالنا لان احنا الايام دي في اجازه والساده المصطفين موجودين على الشاطئ. ارتفاع الامواج دايما نبقى موجودين في منطقه امنه قريب من الشط، بلاش التعمق داخل البحر المتوسط. بالاضافه كمان ان في ارتفاع موجة على البحر الأحمر، بيوصل أيضا ارتفاع الموجة على البحر الأحمر ل 2.5 متر، فناخد بالنا أن أعمال التنزه على البحرين يعني فيها قلق، ممكن نبقى دايما قريبين في منطقة آمنة من الشط بإذن الله. ومع يوم السبت القادم هتبدأ ارتفاع الأمواج يهدأ على البحرين بإذن الله ونقدر نستمتع بالأجواء. ربنا يسلم الجميع. كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلينا مشاهدينا نتابع معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل في محافظات ومدن مصر. القاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 24، الإسكندرية 30-25، مطروح 29-24، سيوة 35-22، بورسعيد 31-25، دمياط 30-24، الإسماعيلية 35-22، والسويس 34-24. العريش العظمى فيها 31 والصغرى 24، طابة 34-24، كاترين بتسجل 33-18، شرم الشيخ بتسجل 37-29، الغردقة بتسجل 37-29، الفيوم 35-24، بني سويف 35-24، والمنيا 36-25.
أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 26، سوهاج 37 26، قنا 39 27، الأقصر 40 28، أسوان 41 28، الوادي الجديد 38 27، شلاتين 36 26، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 28. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا معاكم درجات الحرارة في مختلف مدن ومحافظات مصر. خلينا نرجع على طول لبسنت ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا، اتفضلوا. شكرا ليك يا منى.